أخي الكريم، في جواب دقيق. من آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض خلق الله عز وجل. من آياته الشمس والقمر، من آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فنحن هذا الإنسان العظيم يلي جاء للبشرية بنور وهاج، بشريعة دقيقة، إذا تحدثنا عن كماله، عن أخلاقه، عن شمائله، في بيت، في مسجد، في جامعة، في لقاء، ماذا فعلنا؟ النقطة الدقيقة، نعم، أن النبي الكريم وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الأنبياء والمرسلين يزداد إيمانه ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيمانا بسماع قصة سيد الأنبياء والمرسلين. أي واحدة؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ ينبغي أن نعرفه، والآية واضحة جامعة مانعة قاطعة. شيء ثالث، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. رابعا، شطر الإسلام النبي الكريم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما الذي يمنع في جلسة، في بيت، في جامع، في جامعة، في مدرج، في ساحة كبيرة، أن نتحدث عن أخلاقه وعن شمائله وعن فضائله وعن شجاعته وعن رحمته؟ ما الذي يمنع؟ هذا من صلب الدين. لكن إن سمينا هذا اللقاء والحديث عنه عبادة فهو بدعة. نسمي دعوة إلى الله، قضية كلمة، لأن العبادات الأصل فيها الحظر، أما المعاملات الأصل فيها الإطلاق. فنحن إذا جمعنا الناس في بيت، في مسجد، في جامعة، في مدرج، في ساحة، في مكان، وتحدثنا عن النبي وأخلاقه وشمائله وأنه قدوة أهل الأرض، ماذا فعلنا؟ فعلنا صلب الدعوة، لب الدعوة. أما إذا سمينا هذا عبادة فهو بدعة. نعم. العبادات الأصل فيها الحظر. نعم. أما الأشياء الأصل فيها الإطلاق. نعم. فالقضية قضية كلمة سيدي. لا سمي الاحتفال عبادة. شيء آخر، لو أنه تحدثت عن النبي على مدى العام بأكمله ب 365 يوم، ما في مشكلة إطلاقا. لا تحدد أيام ولا تسميه عبادة وانتهى الأمر.